خروج منتخبي أمريكا وإنجلترا بنقطة التعادل دون أهداف لم يعجب مشجعي الأسود الثلاث، على عكس أبناء العمسام الذين تنتظرهم مباراة هامة أمام إيران. لنتابع المباراة. والله جميلة جدا صراحة، بس المشكلة كان ما بيها أهداف، فرص أكو للطرفين، خصوصا الجانب الأمريكي كان عنده فرص أكثر في الشوط الثاني. المدرب الإنجليزي تأخر بالتبديلات، كان المفروض يبدل من وقت على مود حتى يحصل نتيجة أفضل، بس هذا لا يمنع. كانت المباراة جميلة، الأجواء جميلة، لكن كان ينقص الأهداف. إن شاء الله هارد لك للفريقين. المباراة اليوم مرة تعبانة، ما كان فيها أداء وايد. اليوم الفريق المدرب الإنجليزي قاعد يضيع جيل صراحة. أنا أشوفه اليوم فودن من أفضل المواهب في الدوري الإنجليزي يلعب، ما قاعد يلعب. راشفورد نفس الشيء، المواهب مصر على بعض العناصر صراحة، أحسه قاعد يدمر جيل كامل. الإنجليز بيصعد، بس دربة سهل بسيط يعني، ما راح يطول في البطولة. والأمريكان بيطلعون، اللي بيصعد يعني اللي بيكمل المشوار كامل هذا، بس أتوقع البرازيل المرشح وفرنسا. بشكل عام أنا أعتقد أنه فريق الولايات المتحدة فاق كل التوقعات. أعتقد لعبوا مباراة جيدة، وكانوا يعني كان عندهم كم فرصة أنه يسجلوا هدف أو هدفين على الفريق الإنجليزي، اللي هو كان في الأول متقدم وماسك مباراة المباراة في الشوط الأول، بالتحديد في آخر الشوط الأول والشوط الثاني. معظم أنا توقعت أنه، وكان من أرجح أن الولايات المتحدة كفريق أنه يلعبوا أحسن، ولعبوا أحسن حقيقة، بحيث أنه كل الناس توقعوا أن التوقعات كانت أكثر للفريق الإنجليزي. الآن المجموعة تعقدت، والآن كل الفرق عندها فرصة للتأهل، فخصوصا بعد ما إيران غلبت ويلز. فالله أعلم يعني أي نقطة أي هدف يكون يعني يحدد من يترشح للدور ال 16. طبعا النتيجة أبدا مش عاطلة، يعني نحن كتير انبسطنا، أنا كتير انبسطت لأنه كل اللي كانوا معي كانوا مع إنجلترا، فأنا كتير انبسطت أنه وصلنا للتعادل، لأنه حارس مرمى أمريكا كتير قوي، وبعتقد لازم ياخد أفضل حارس لأنه هو اللي بحسه وصل الفريق لهالنتيجة. وكمان هن لعبوا كتير منيح بالنسبة لإنجلترا، يعني هن لعبوا أحسن من إنجلترا. And obviously the first one to see in Qatar, and it was a little bit rubbish. I'm not impressed with how England were playing. They were just not chasing the ball or closing down the US players. So yeah, I do believe that the USA should have at least won a game based on their possession and the attacks that they were doing. But yeah, all in all, yeah, a bit of a disappointment. England, you've got to improve your game.